بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد اللي هو الدولة الموحدية توحيد الغرب الإسلامي. طبعا المرجع هو الجديد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي. إذا الهدف أتعرف نشأة الدولة الموحدية وتوسعها وأدرس خصائص الفن المعماري الموحدي. إذا النشأة ديالها والتوسع ديالها وخصائص الفن المعماري للدولة الموحدية. أمهد لتعلمات بعض ضعف المرابطين. أنشأ الموحدون دولتهم التي امتدت لتصبح إمبراطورية واسعة، وكان لهم اهتمام خاص ب طبعا الميدان العمراني. كيف نشأت الدولة الموحدية وتوسعت؟ إذن الأولى هو كيف نشأت والتوسع ديالها. ما العوامل المفسرة لتكوين الإمبراطورية الموحدية في الغرب الإسلامي؟ ما خصائص المعمار الديني الموحدي جامع حسان نموذجا؟ إذا الآن سنقوم بالأنشطة. عندنا النشاط الأول، ها هو النشاط الأول، يقول لنا نعم هنا أتعرف نشأة الدولة الموحدية وامتدادها. إذا كل دولة عندها مراحل تطور ديالها، فهذا الخط الزمني لمراحل تطور الدولة الموحدية. عندنا مرحلة تأسيس أو مرحلة النشأة، ثم مرحلة توسع، ثم مرحلة الضعف. إذا هذه هي المراحل الكبرى لجميع الدول، ودائما هذا السؤال يكون في امتحان إن شاء الله في الفروض. إذا مرحلة التأسيس كانت فيها مبايعة المهدي بن تومارت، مبايعة المهدي بن تومارت 515. ثم التوسع بدأ من مباية عبد المؤمن بن علي، طبعا عبد المؤمن القومي بن علي القومي 527، ومعه كان بعده كان مباية يوسف بن عبد المؤمن 500 طبعا و58، ثم مبايعة يعقوب منصور، وأخيرا مرحلة الضعف وفاة يعقوب منصور. نعم هنا بدأت 595 هجرية، طبعا دخول دولة أخرى اللي هي المارينيين بمراكش سنة 568. نعم دابا 668. إذا هذه المراحل الكبرى، التأسيس، التوسع، الضعف، نحفظوهم. دابا الإطار الجغرافي الذي انطلقت منه حركة طبعا الموحدي، الحركة الموحدية، لاحظوا جيدا هنا عندنا منطلق الحركة الموحدية هو اللون الأخضر اللي هي طبعا درعا، ياك نعم، اللي هي طبعا نعم إلى طبعا اتجاه حركة الموحدين، لاحظوا بدايتها من درعا اتجاه تلمال ثم اتجاه طبعا مراكش. اختلت حالة أمير المسلمين علي بن يوسف طبعا ديال المرابطين بن تجابين، وظهرت في بلاد مناكر كثيرة، وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد، وصار كل منهم يصرح أنه خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه، وأمير المسلمين في ذلك يزيد تغفله ويقوى ضعفه، وعكف على العبادة وأهمل أمور الرعية، عكف على العبادة وأهمل أمور الرعية. نعم دابا الآن هنا بعض مبادئ الدعوة الموحدة التي أسسها المهدي بن تومرت. ها المبادئ الأساسية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا مبدأ اعتمده الموحدون لانتقاد سلوك المرابطين، إذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم وحدانية الله عز وجل، فسموا بالموحدين لأنهم من بين مبادئ الدعوة ديالهم هي وحدانية الله. أقرأ قلنا طبعا النص، نعم نشوفوا مكتبان الشهدي، قالوا إنهما أقرأ النص والجدول ولاحظوا الخريطة كما شفنا. أستخلص من الوثيقة جوج اللي هي هذه مظاهر ضعف الأمير المرابطي الحاكم في الفترة التي يدور بها. إذا شنو فيك تجلى مظاهر الضعف ديالو؟ إذا الأولانية وهي باش نكتبوهم كاع، نكتبوهم لكم باش تقيدوهم. الأولى اختلت حالتها، هي اختلت حالة أمير المؤمنين، اختلت إذا الأولى اختلاله حالة الأمير المسلمين. نعم ثم ظهرت في هناك طبعا قالوا انهم استخرج من النص مظاهر الضعف، ظهور مناكر طبعا كثيرة في البلاد، ظهور مناكر كثيرة طبعا. ثم ضعفه وضعفه، نعم ضعف الأمير، وطبعا إهمال أمور الرعية، إهمال أمور الرعية، يعني
اهتم طبعا غير في المجال الديني، انه عكف على العباده اهمال امور رعيه، اذا اختلال حاله الامير، ظهور مناطق كثيره واهمال امور الرعيه. هذه من بين مظاهر ديال ضعف الامير الامبراطور المرابطي الحاكم. هنا استخرج من الجدول المبادئ التي قامت عليها الدعوه الموحديه. اذا المبادئ التي قامت عليها هي كما كاين في الجدول: الامر بالمعروف، نعم، والنهي عن المنكر، هذا السؤال الثاني، ثم وحدانية الله عز وجل، وحدانية الله. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدانية الله. وقلنا اسم زعيمها هي هو المهدي بن تومارت، الزعيم هو المهدي طبعا بن تومارت. إذن المهدي بن تومارت. أحدد المنطقة التي انطلقت منها حركة الموحدين والطريق التي سلكتها. إذا المنطقة هي هذه، هي درعا، منطقة اسمها درعا، والطريق اللي سلكته مشات طبعا من درعا إلى تينمل، ثم إلى طبعا مراكش العاصمة اللي كانت مرابطية. هذا طبعا بالنسبة للجزء الأول. نمر إلى الجزء الثاني اللي هو نعم كيبان لينا مزيان، الصورة واضحة. دابا الآن غنمشيو، امتدت الدولة، امتداد الدولة الموحدية بالمغرب. قال النص: في سنة 534 هجرية خرج عبد المؤمن بجيشه من التينمل نحو الشمال، نعم من التينمل نحو الشمال حتى وصل إلى جبال غمارة، نعم، وتعرض لمقاومة طبعا مقاومة سبتة. وفي سنة 541 فتح كل من فاس، نعم، وسلا وسلا ومراكش، وانتهت الفتوح في المغرب بمكناس سنة 543. نعم، إذا أقرأ النص وألاحظ الخريطة ثم أستخرج من النص اسم القائد الذي فتح وحد المغرب. إذا القائد الذي وحد المغرب هو عبد المؤمن بن علي القومي، عبد المؤمن، عبد المؤمن بن علي طبعا القومي. إذا القائد الذي قام هو القائد الذي وحد المغرب هو هذا عبد المؤمن بن علي القومي. نعم، أتتبع انطلاقا من النص والخريطة خط سير الحملات الموحدية والمدة التي استغرقتها. إذا الخيط خط السير ديالها بدات منين؟ قلبوا هذه باش بالنا، من تينمل حسب النص وحسب الخريطة، ها هي من تينمل، وهي في النص من تينمل نحو الشمال، إذا إلى جبال غمارة، نعم، ومشاو لقاو مقاومة في سبتة، نعم، قاو مقاومة في سبتة، ثم فتح فاس والسلا وكذلك مكناسة. هاي فاس سلا مكناسة، نعم. المدة طبعا هي فكاش سالات، انتهت 543، إذا 543 غنقصو منها فكاش بدات 534 اللي هي 9 سنوات. شحال المدة؟ 9 سنوات، 9 سنوات. جيد، نمر إلى الأسئلة الموالية أو النشاط الثاني. الآن نحن في النشاط الثاني، ها هو. إذا أفسر تكوين الإمبراطورية الموحدية بالغرب الإسلامي. نعم، بعد نعم هي بعد توحيد المغرب بقيادة عبد المؤمن، وكل وكيل نعم وكل من المغرب الأوسط هي الجزائر وإفريقيا هي تونس الحالية، بلغت الدولة الموحدية أقصى اتساعها، إذا أصبحت دولة كبيرة هي إمبراطورية. نعم، في عهد يوسف بن عبد المؤمن ويعقوب منصور، إذا في عهد يوسف بن عبد المؤمن وفي عهد يعقوب. إذا منطلق الطريق الحركة الموحدية قلنا هاي تينمل، هاي ثم الإمبراطورية الموحدة، لاحظوا في مشات إلى الشرق هنا الجزائر وتونس، ها الجزائر تيمسان والجزائر تونس، إلى طبعا طرابلس ليبيا، وثم هنا في الأندلس قرطبة، نعم في الأندلس، إذا أصبحت إمبراطورية شمالا تصل الأندلس قرطبة، وطبعا شرقا تلمسان وإلى القيروان، طبعا إلى طرابلس،
وطبعا قلنا الانطلاق هو من تلمل. هنا تظاهر فتح افريقيا والمغرب الاوسط، افريقيا تونس حاليا بين 546 و 555. تدهور الوضع السياسي بافريقيا، من بين المبادئ هي الاسباب هي تدهور الوضع السياسي بافريقيا والمغرب الاوسط، احتلال المسيحيين مستقلين للموانئ وسيطرتهم على التجاره، على طبعا التجاره البحريه. هذو هما الدوافع اللي خلاو الموحدين يقوموا بالفتح ديال افريقيا والمغرب الاوسط. بالنسبه للاندلس، ظهور حكم ملوك الطوائف من جديد الاندلس، يعني اصبحوا طوائف، واستئناف هجمات المسيحيين على ملوك الطوائف. احدد المناطق التي تكونت منها الامبراطوريه الموحده في اقصى اتساعها. اذا وصلت الى المغرب، طبعا الى المغرب الاوسط وافريقيا، المغرب الاوسط وافريقيا نعم، وثم في الشمال الى الاندلس، الى قرطبه نعم، الاندلس هنا. اذا قلنا افريقيا والمغرب الاوسط وكذلك في الاندلس. اذا شو السؤال؟ قالوا لنا احدد المناطق، غنديروا المناطق هنا نكتبوها نعم. المناطق وصلوا الى المغرب الاوسط ثم افريقية اللي هي تونس، افريقية ثم طبعا وصلوا حتى الاندلس نعم. كاين عندنا لدى قرطبة الى الاندلس نعم. هنا قالوا لنا استخرجت من الجدول اسباب تدخل الموحدين، اسباب تدخل طبعا الموحدين في كل المغرب الاوسط وافريقيا والاندلس. اذا بالنسبه لافريقيا والاندلس هو هذا تدهور الوضع، قبل ما نكتبوها هي تدهور الوضع السياسي بافريقيا والمغرب الاوسط، واحتلال المسيحيين للموانئ وسيطرتهم على التجاره البحريه. اذا هذو هما الاسباب، اذا تدهور الوضع بين هذو ثم احتلال المسيحيين للموانئ وسيطرتهم على. بالنسبه للاندلس، ظهور من جديد حكم ملوك الطوائف من جديد، واستئناف هجمات المسيحيين على من الطائف، هذوما الاسباب. عبد المؤمن بن علي هو بن علي القومي اول خليفه موحدي، عاش ما بين 487 558 ميلادي الهجريه، 1490 الى 1163 ميلاديه. الامبراطوريه مفهوم ديالها مجموعه من الدول والشعوب تخضع لحاكم واحد يلقب بالامبراطور، بحال مثلا انا ذاك الدول الامبراطوريه الموحديه، ففيها المغرب الاقصى والمغرب الاوسط وتل تونس ثم الى الاندلس، الى الاندلس. هذا بالنسبه طبعا النشاط الثاني، نبحث عن النشاط الثالث نعم. النشاط الثالث تيقول لنا هنا ادرس نعم خصائص الفن المعماري نعم. هذه هي صومعه حسان طبعا بالرباط. اهتم الموحدون بالبناء والتعمير، وكان لهم طراز خاص في فن العمارة والزخرفة، تميز بالبساطة وكان متأثرا بالحضارة الأندلسية نعم. إذا ها هو طبعا كما ترون الزخرفة تطرح طول ديالو 67.5 متر، وهالأعمدة لازالت إلى الآن، بنايات جدران المسجد هما هادو، بنايات جدران المسجد. شرع المنصور في بناء مسجد عظيم بالرباط، كبير المساحة واسع الفناء جدا، وعمل له مئذنة في نهاية العلو يصعد فيها بغير درج، تصعد الدواب بالطين والآجور والجبس وجميع ما يحتاج إليه إلى أعلاه. ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم لأن العمل توقف بموت أبي يوسف نعم سنة 594. إذا ها تاريخ البناء 580 حتى 594 هجرية نعم، 1197 1198 تقريبا نعم. المساحة ديالو هي 25523 متر مكعب، الابواب 16، الاعمده 360. ها هو التصميم ديالو، عندنا هنا الصحن، هنا الصحن، القاعه للصلاه نعم. اذا هنا عندنا طبعا هنا هذا الصومعه هي، وعندنا هنايا طبعا اقرأوا الناس وجدوا ولاحظوا الصور والتصميم ثم استعينوا بالبطاقه الاتيه لاسفاج منهم. اذا اول حاجه تحديد موقع المدينه، المدينه طبعا هي الرباط نعم، الرباط طبعا المدينه اللي هي الرباط. ثم من خلال التصميم طبعا تحديد الموقع من خلال التصميم يوجد في الرباط طبعا. تاريخ البناء، تاريخ البناء ها هي 580 هجريه 594 طبعا ما بين او 1197 ميلاديه الى
1898 ميلادية. وإن كان هنا ما يمكنش يكون هاد، هنا كاين 14 سنة وهنا تكون 20 سنة، معناها نعتمدو على هذا. ثم المؤسس المنصور، المؤسس اللي بدا هو الأول يعقوب المنصور، يعقوب المنصور نعم. إيه من موراها اسمحوا لي تاريخ المؤسس، الوظيفة السابقة طبعا. هنا جامع لي طبعا كان عنده الهدف هو طبعا القيام بالصلاة طبعا. والوظيفة الحالية يكون هنايا يعني مكان للسياحة، نعم للسياحة، إذا يكون عنده وظيفة ديال السياحة الآن. الشكل العام ها هو التصميم ديالو. إذا المرافق تكون منها هي الصحون، هنا صحون، قاعة للصلاة، كاينة صومعة. إذا هذه بعض المرافق ديالها هي قاعة للصلاة، صحن، صومعة. طبعا ها هي الزخرفة، عبارة عن زخرفة. نعم نمشيو لهذا دابا، نكتبوا الأجوبة في طبعا في الوصف. اذكر العوامل التي ساعدت على ظهور الموحدين. إذا العوامل التي ساعدت على ظهور الموحدين هي هذه، كتبناها قبيلة: اختلال حالة أمن المسلمين ديال المرابطين، ظهور مناكر، ضعفه وإهماله، أمور الرعية. أوضح العبارة: تدخل الموحدون في الأندلس لإيقاف المد المسيحي. طبعا كان هناك مد المسيحي، كان هناك مد للمسيحي، يعني بعدما ظهر حكم الملوك الطوائف من جديد، فطبعا استأنفت هجومات المسيحيين على الملوك الطوائف، استأنفت هجومات المسيحيين على ملوك الطوائف، مما تدخل الموحدون من أجل إنقاذ وإيقاف المد المسيحي. أهيئ بحثا عن معلومة عسكرية أو مدنية موحدة بالرجوع إلى ما قبل، سنقوم بذلك إن شاء الله.